نحن بشر كلنا اخوان، كلنا اخوان. اللي بيصير على هذا الطريق ولا بيصير على هذاك ولا بيصير على هذا، المصيب هو اخوه والغلطان اخوه. طيب ليش ما نساعد الغلطان نجيبه الى الصواب؟ والله بدايتي مع الجدمي للتجارة العامة تقدر تقول الجدمي هذه شركة جديدة، يعني تقريبا أنشأناها قبل سنة ونص كشركة. لكن بدايتي مع المنتج هذا، منتجنا الرئيسي اللي هو نقطة فحم، كان قبل تقريبا 7 سنوات. يعني قلنا منتجنا هذا نقطة فحم طلع كحل رئيسي لمشكلة احتراق العود. العود لين يتكون، يعني عندك العود الطبيعي يباله تقريبا من 15 إلى 30 سنة، وهذا بتدخل بشري يعني. وإذا كان عود غابات أو شيء كذي يعني يأخذ سنين زيادة لين يتكون. اللي يصير حاليا في السوق كل انواع العود يتم حرقها على فحم مصمم للارجيله، يعني للشيشه. واهم تقدر نقول اهم نقطه سلبيه في فحم الشيشه ان درجه حرارته جدا عاليه بالنسبه للعود. فدائما بتشوف اذا بتدخل في سوق العود بتلقى الخبراء دائما ينصحون بانك تحط مثلا تترك الفحم يحترق لين تتكون فوق طبقه رماد. يجونك خبراء ثانيين يقولون حط كميه تراب فوق الفحم. يجونك ناس ثانيين يقول لك حط زجاج بايركس
كل هذا ليش؟ عشان تخفف درجة الحرارة اللي تحرق العود. فإحنا منتجنا هذا حل المشكلة من أساسها، خفف يعني درجة حرارة احتراق الفحم أصلا أقل عن درجة حرارة احتراق الفحم العادي. فتقدر تقول عالجنا المشكلة من أساسها، وخلاص الكستمر عندنا مجرد يولع الفحم ويحط طوالي يحط العود فوقه ولا بيشم ريحة حرق للعود يعني، وراح يشم أفضل رائحة ممكن يطلع العود. الشيء الثاني يعني تقريبا احنا تمينا نستخدم هذا الفحم مدة سنتين مع أنواع يعني تقدر تقول ما أقدر أقول رديئة، نقول رخيصة من العود، يعني ما فيها ذيك الجودة، كانت سبحان الله كانت تبين دائما أنها أعلى من درجتها يعني. كل هذا ليش؟ لأن العود يأخذ راحته في الاحتراق. وشو سوينا بعدين؟ بعد ما سوينا الفحم هذا صممنا كم من منتج مصاحب للفحم. تقدر تقول المشكلة الثانية في حرق الفحم للعود هي عدم احتراق الفحم بشكل كامل. يعني عندك اللي يستخدم فحم الشيشة سواء أو أي فحم، إذا حطه في مدخن صغير الفحم في العادة ما يحترق من تحت. ليش ما يحترق من تحت؟ لأنه ما يوصل الهواء. يعني عامة أنت إذا بغيت تحرق أي شيء في الدنيا يبالك ثلاث أشياء: مادة تحترق، أكسجين، ومادة تشعل اللهب. أنت يوم تولع الفحم عندك اثنين يكونوا موجودين، الأكسجين يكون موجود بس في الطبقة اللي فوق، فدائما تلقى الطبقة اللي فوق تحترق، الطبقة اللي تحت ما تحترق. فإحنا عالجنا هالمشكلة بأن سوينا هذه نسميها في اللغة الإماراتية اليامرة هذه. سوينا هذه من شبك وخليناها معلقة بهالطريقة، يعني تكون مرتفعة على الأرض فيدخلها الأكسجين من كل جهة. هذا المنتج الثاني اللي طلعناه، وهالمنتج دائما عندنا يكون مصاحب للفحم، يعني ما تشتري قطعة فحم إلا وياها هذه. زين، ليش هذا التصميم؟ هاي قطعة ألمنيوم قابلة للطي، تقدر تستخدم يعني أي غلاس موجود عندك، أي طاسة، أي شيء تقدر تستخدمها كشو كمدخل. أما تحط هذه عليها بهالطريقة، أو أنك يعني تركبها تركيب وسهلة، يعني الطفل يقدر يركبها على أي غلاس يعني أو أي معلوم. وبعد تقدرون تشوفون هنا حطينا كم من منتج مصاحب، يعني هالمنتجات أنا أقدر أقول هذه المنتجات الرئيسية، هذه المنتجات اللكشري يعني الأشياء الزايدة. عندنا المداخن الخشبية، عندنا مداخن الأكريليك، وكلها بنفس الطريقة، يامرة في النص وتهوية من كل صوب. وعندنا هذا طلعناه كحل للفحم نفسه. أكبر مشكلة تواجه مستخدمي الفحم أن بعد ما يفتحون الفحم نفسه يمسك رطوبة. إذا الفحم مسك رطوبة يعني وارتفعت نسبة الرطوبة في الفحم يبي يولع الفحم ما بيولع. لو كان في كيلو كبريت ما بيولع، عرفت كيف؟ فهذه طلعناها كحل ان الشخص بعد ما يفتح رول الفحم اللي هو هذا الرول، بعد ما ينفتح يستخدم حبه بس يحطه هني وسكره خلاص ما توصل الرطوبة ابدا. فتقدر تقول ان احنا اساس منتجاتنا دائما نحاول قد ما نقدر نخليها حلول للاستخدام. الخطط المستقبلية بالنسبة لنا نحن
احنا الله يسلمك حابين ننتشر في اكبر رقعه جغرافيه نقدر عليها. يعني حاليا احنا خطتنا الخليج، بعد الخليج ان شاء الله بعد ما نغطي الخليج راح نغطي الشرق الاوسط، بعد ما نغطي الشرق الاوسط راح نشوف، يعني في تقدر تقول سوق الفحم هذا، يعني هذا مو بس لمنطقتنا مثلا، هذا ممكن يستخدم في كل مكان. يعني تقدر تقول الفحم والبخور يعني اكبر سوق، مثلا اكبر سوق للبخور موجود وين؟ في الصين. اكبر استهلاك للبخور موجود في الصين للعود. يعني احنا ان شاء الله راح ننتشر في كل مكان نقدر عليه هذا كمنتج. لكن في النهاية شركة الجدمي للتجارة العامة، احنا ما مش شركة فحم ولا شركة عود ولا شركة، احنا شركة نستثمر في الابتكار، تجارة عامة، واحنا صنعتنا الابتكار، لازم شيء جديد ويحل مشكلة، شيء جديد ويحل مشكلة. وفي عندنا منتجات مستقبلية راح ننزلها ان شاء الله، وراح تحل مشاكل للمستخدمين يعني، بس هذا هدفنا الرئيسي. أنا أصلاً موظف حكومي يعني، وأشوف حجم الدعم اللي تعطيه الدولة للتجارة بشكل عام، سواء للمواطن أو للوافد عندنا. يعني يمكن للمواطنين في برامج كثيرة موجودة في الدولة تدعم المواطنين إنهم يقومون على ريولهم، يبدون يشتغلون. منها مثلا صندوق الشيخ خليفة الله يرحمه، ومنها برامج دوائر التنمية الاقتصادية. في كل دائرة اقتصادية في السبع إمارات بتلقى برنامج يدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة. غرف التجارة عندنا مثلا ما يقصرون، تلقى عندهم برامج، تلقى عندهم معارض، تلقى عندهم دعم، تلقى عندهم تسهيلات للتجار يعني لين يقومون على ريولهم. عندك مثلا البنوك عندنا في الدولة، البنوك يعني في كذا بنك عندهم برامج لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، التمويلات سريعة جدا للمشاريع التجارية. عندك يعني تلقى دائما المستثمرين والتجار يتركون بلدانهم ويجون عندنا يستثمرون. ليش؟ انها بيئة آمنة جدا للاستثمار. هذا كله ما صار الا بدعم الحكومة. يعني ما تلقى حد من الشركات الخاصة ومن الشركات الحكومية إذا ما في دعم حكومي ما بيقدرون يفتحون. يعني الشكر موصول للشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وللشيخ محمد بن راشد نقول مايسترو التجارة في دولة الإمارات، وبقية الحكام والدوائر الحكومية اللي موجودة. يعني ما بنخلص إذا بنعدهم ما بنخلص، يعني من أصغرهم لأكبرهم والله ما يخلصون صراحة. أنا يعني أغلب اللي حولي دعموني في البزنس، بس أنا يمكن في الشكر الحقيقي أوجهه يعني هني لمنه لشركائي في الشركة هذه. يعني لولا الله ثم هم يعني ما قمنا. يعني يقول لك الإدارة دائما فيها، يعني بشكل عام الإدارة فيها ثمان وظائف رئيسية لازم تؤدى، فمهما يكون ما تلقى شخص واحد يؤدي الثمانية إلا بمعجزة يعني. فاحنا هني في شركة الجدمي يا رب لك الحمد يعني غطينا الثمان وظائف هذه، ثمان الوظائف الإدارية بالفريق اللي موجود عندنا. يعني أوجه شكري للفريق اللي وثق فينا، وثق في المنتجات اللي موجودة، وساهم واستثمر واشتغل ليل نهار يعني وما قصروا. بس
هذه رسالة الشكر اللي أوجهها.